السياسية واستمرار تدهور حالته الصحية أثار نقاشاً حول من هو حاكم الجزائر الفعلي. سعيد بوتفليقة أخو الرئيس ومستشاره الخاص يعتقد كثيرون أنه حاكم البلاد الفعلي. بوتفليقة يعلن ترشحه لعهدة خامسة. الشعب يخرج في الشوارع في مظاهرات حاشدة لم تشهدها البلاد لعقود، رفضاً للعهدة الخامسة وطلباً لرحيل بوتفليقة. احتجاجات واسعة أجبرت بوتفليقة على الانسحاب من السباق الرئاسي وتعيين مناصب جديدة من بينها رئيس الوزراء ونائبه. اعتراض الشعب الجزائري لم يتوقف. الجيش الذي دعمه قبل 20 عاماً يتدخل في المشهد لتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على شغور منصب الرئيس في حالة تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على ممارسة مهامه. بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر. بوتفليقة ينهي العهدة الرابعة قبل ميعادها ويستقيل من منصبه رئيساً ويطلب من الشعب المسامحة. الإرادة الشعبية تنجح في الجزائر والبلاد على مفترق طرق. في رأيكم ما السيناريوهات المنتظرة لبلد المليون؟